سون بلي ناقصه الخدمه تاع الدار بلي ما استاجر لقد رفضت طلباتنا للاستفادة من دعم هذا الصندوق، والسبب حسب ما أفادتنا به الوكالة الفرعية لهذا الصندوق المتواجدة بالأغواط يعود إلى بنائنا لمرأب الجراج. هذا راه مخطط إلزامي، إذا كان ما طبقناش واش كاين فيه كنا ما نستفيدوش من حصص البني الريفي الأولية. كيفاش هنا يكون عندي شرط وفي طلب الإعانة يكون عندي عائق؟ هذا الإعانة اللي راهم رفضونا عليها الكراجات، نطلب من المدير يتدخل لنا في هذا الأمر يشوفونا بأقرب وقت.